عليكم. وعليكم السلام. كيف الأحوال؟ ورحمة الله وبركاته. إيه بقعة؟ الحمد لله. بقعة زينة. بنعمة. اسمك؟ عمر سعيد بقرة. يا عمر. حياك. فقرة عمرتك معنا. تابعتها؟ تابعتها السنة الماضية. ها طيب. ثلاث خطوات إلى مكة. الخطوة الأولى. قد اعتمرت من قبل؟ أيوة. صراحة لكن. الله يحفظك بارك. الله يحفظ. الله منا ومنا. آمين ويا. اسمك الكريم؟ هاني سعيد بن عرة. يا هاني. عمرتك معنا. ثلاث خطوات إلى مكة. أول خطوة قد اعتمرت من قبل؟ أيوه. اعتمرت؟ أيوه. إحنا بغينا واحد ما قد اعتمر منه. اسمك الكريم؟ محمد شحور. يا محمد من الحامي؟ من الحامي. أيوه حياك الله. ثلاث خطوات إلى مكة. أيوه. الخطوة الأولى قد اعتمرت من قبل؟ نعم. إحنا بغينا واحد ما قد اعتمر. ليش؟ علشان نسافر يعتمر. أيوه. يلا شكرا. الحمد لله حياك الله. الله يتقبل منك. آمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الأحوال؟ الحمد لله والله. إيه بقعة؟ الحمد لله والله. قول بقعة زينة. بقعة زينة الحمد لله. عم بقعة زينة. عم بإذن الله إن شاء الله. بقعة بغت صبر. بقعة بصبر. وبقعة زينة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. فقرة عمرتك معنا. ثلاث خطوات إلى مكة. إذا عديت الثلاث الخطوات هذا نتوكل على الله. إن شاء الله بإذن الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اسمك يا والد؟ اسمي سالم عبيد حمدون. سالم عبيد حمدون. الله يسلمنا واياك ويسلم الشعب اليمني. امين امين. امين يا رب العالمين. امين امين. اول خطوه قد اعتمرت من قبل؟ لا ما اعتمرت. انا كم عمرك؟ عمري تقريبا 52. 52 سنه. 52. الله يطول في عمرك. امين ان شاء الله. امين امين. اول خطوه حلوه. نعم. ما اعتمرت. الخطوه الثانيه جوازك موجود؟ موجود. مجدد جاهز؟ مجدد جاهز. ساري المفعول؟ ساري المفعول. يا سلام. اعطوني الإحرام. باقي لك خطوة عم سالم. نعم. باقي لك خطوة. خطوة ايش الخطوة؟ الخطوة سؤال ثلاث تقدم ثلاث تهدم ما قبلها ما هي؟ الأول الإسلام. الإسلام. الإسلام يعلم يجب ما قبله. حلو. نعم. يهدم ما قبله. نعم الإسلام. والثاني الحج. والحج. نعم الحج يهدم ما قبله. حلو. نعم ما شاء الله. باقي واحدة. الواحدة شو سائل مساعدة وبس. ثنتين جبت لنا ثنتين صحيحات. نعم. باقي لك الثالثة وعلى طول شي وسائل مساعد يعني. مشتاق للعمرة يا عم. ونعم بالله مشتاق لها. نعم النظر الى الكعبة المشرفة. ونعم بالله. ونعم نعم يا الله. نعم يا الله يا الله. نعم يا رب. يا رب. نعم جبت لي ثنتين يا عم سالم. نعم. باقي لك واحدة. الإسلام يهدم ما قبله. نعم. والحج يهدم ما قبله. نعم الثالث. في حاجة لحظة يا شباب. في حاجة اللي يسموها سفر من مكان لمكان يعني يعني الانتقال يعني. ايوه الانتقال من مكان الى مكان يعني كيف. في سنه ايش ميلاديه وسنه ايش هجريه. ايوه 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 سنه هجريه سنه ميلاديه. هي مرتبطه بالهجره. يلا ها ما العمر لا اله الا الله محمد رسول الله. هي في الهجره الصوم. الهجره الهجرة. يا عم سالم اخيرا اخيرا يا عم سالم. الهجرة تهدم ما قبلها. ما قلنا الثلاث اي شيء. الصوم بقول الاسلام والحج. والحج والحج والهجرة. والهجرة والهجرة. تعرف تلبي؟ اه نعم بالله. لبي تلبية من وسط قلبك كذا وانت امام الكعبة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. عم سالم. نعم نعم نعم. بغيت منك طلب. تفضل. تدعي لي معك في العمرة بإذن الله. والعمرة مبروك. الله أكبر. مبروك يا عم سالم. مبروك. خلي يبكي براحته.
الله الحمد لله. نتمني والله نتمني. نتمني ان نروح نتمني والحمد لله. الحمد لله. يا ذا الفرصة بإذن الله. الحمد لله. الله يكرمك. آمين 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 آمين. الحمد لله رب العالمين. يلا شكرا لك.